مثل هذا اليوم أعلن رسمياً عن تأسيس الجيش العربي السوري عام 1945. أصبح هذا اليوم عيداً يحتفل به الشعب السوري والقوات المسلحة كل عام. الجيش أخذ على عاتقه منذ تأسيسه مهمة الدفاع عن وجود وكرامة الأمة، وبقي على مراحل تاريخه محافظاً على نسيجه متماسكاً لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب العربي السوري والأمة العربية. لقد حافظ الجيش العربي السوري على دوره الوطني والقومي المشرف بعد الاستقلال. في عام 1948 اغتصبت العصابات الصهيونية فلسطين العربية، فهب الجيش العربي السوري للدفاع عنها، وكانت له ملاحم بطولية سطرت بدماء شهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم رخيصة دفاعا عن أرض فلسطين وكرامتها. كذلك وقف الجيش العربي السوري مع مصر في تصديها للعدوان الثلاثي الغاشم عليها عام 1956، ووقف الجيش العربي السوري ضد المشاريع والأحلاف الاستعمارية، وأسهم في تحقيق الوحدة بين سوريا ومصر عام 58 التي كانت أول تجربة وحدوية في تاريخنا المعاصر. في منتصف السبعينيات دخل الجيش العربي السوري إلى لبنان لإنقاذه من محنته والتصدي للعدوان الإسرائيلي، وقد نجح في مهمته وأعاد الهدوء والاستقرار إلى ذلك البلد، كما تصدى للعدو الإسرائيلي في اجتياحه للجنوب عام 1978 وفي اجتياحه للبنان عام 1982، ومنعه من تحقيق أهدافه في لبنان وقدم الكثير من الشهداء. وما زال الجيش العربي السوري حتى اليوم يتصدى للمؤامرة التي شنت على سوريا من قبل التنظيمات الإرهابية المدعومة من الخارج.